السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. learn it now learn it now إيش ورا target lock تراك قشعتها زي الورقة. إذا سويت كذا حتى الألتي دايركت تنرمي على التارجت إذا كان في الرينج، إذا كان في الرينج. بس البتن هذا اللي تحت لو أنتوا شايفينه هذا يقوم يقلب على المينيونز، هذا أوتو أتاك على المينيونز، هذا يضرب على التور يطنش هذا، يصير بدل ما أنا أحتاج أعشر كذا تضغط البتن اللي فوق يضرب على التور على طول. ناو ترايت ان ريل ماتش تعلم حاجه جديده يعني. بوتريت لوك فيتشر هذه برضو فكرتها جيد، انه العلامه حقت الشامبيون تيجي فوقك هنا في اليمين تقول انا بركز عليه، يعني بدل ما تاشر تضغط على هذا ولا هذا خلاص هو ياشر عليه، شوفوا فيقلب من هنا. هذه تقدر تلغيها اذا ما تبغاها، تبغى تركز على احد فيهم تضغط على شكله وخلصنا. جنجل يعني مره مفهومه صراحه، يعني ادفانت تعطي فكره مره واضحه وسريعه وسهله للناس اللي دوبهم داخلين الجيم، وحتى اللي يبغوا يتعلموا على ليك. يعني هذه والله الجيم جيت واي لليك صراحه، ما فيها كلام، جيت واي از مدخل يعني ليك، تتعلم من هنا بعدين تروح تلعب ليك. طبعا ليك اصعب بتتعود. البلو والريد يعني الفكره في البلو هنا مختلف حبه شوي. البلو يعطيك بوف ذات ادز مانا اند هيلث، البلو يعطيك هيلث جن ريجن، مو زي الريد يعني مو زي اللعبه الاساسيه. هنا البلو يعطيك مانا وهيلث زياده، يعني يسرع المانا والهيلث ريجن حقك. هنا البلو يسوي الدات القديمه اللي احنا نعرفها، تسوي دات على الانمي تاخذ درو دامج وتبطئه. الجيم الاساسي ريد يديك هيلث، هنا البلو اللي يديك هيلث. هنا يبوك تروح تمشي تروح تضرب البلو عشان اخذ البف حق البلو. استخدم سمايت، سمايت الدامج اللي تسويه مكتوب تحتها، هذا مكتوب 1000 عشان هو ليفل 15 ما شاء الله عليه. اي شيء تبغى تشوفه في الجيم تضغط عليه تسوي هولد عليه زي كذا، تشوف ايش البفات اللي عندك. ريستور مانا اند انرجي بيريودكلي، ترجع مانا وانرجي. ريستورز هيلث وين اوت اوف كومبات، لما تكون برا كومبات ترجع هيلث. ايش يعني برا كومبات؟ يعني ما في احد بتتضارب معاه، ما ادري هنا في الجيم هذا كم يعتبروا اوتو كومبات، 5 ثواني ولا 10 ثواني. اوه دريك برضو اليمنتال، كل دريك موجوده كلها انترست. ريد دريك يفكروني في باتش سيزون 8 يا شباب، ما زالوا دي سبون راندوملي نفس النظام القديم، بعد ما تقتل أربعة يجي إليمنتال أجين نفس النظام القديم، كل واحد يعطي بف. الريد دراجن يعطي دامج بف، البلو دراجن، الأوشن دراجن يعطي مانا ريجن بف، الإيرث دراجن يعطي آرمر بف، الكلاود كلاود يعطي سي دي بف. دي فيد إليمنتال، المفروض إنه في شكل يقول لك مين اللي جاي فيك. بعد ما أقتله خليني أقتله، بعد ما أقتله شايفين هذا البف اهو 8%، لما تخلص 4 كامس السمايت تقدر تسوي لها ابجريد، برضه نفس الطريقه حقت الجيم. التشالنجينج سمايت اللي هي الحمراء، والشيلينج سمايت اللي هي البلو. الريد سمايت التشالنجينج سمايت تسوي دامج زياده عليه من دون ما تخفف الدامج اللي عليك، مو زي الجيم الاساسي. الشيلينج سمايت يسوي سلو ايوه بس يسوي سلو. بارون يبي يعلمونا على بارون، باغون الدوده البنفسجيه. نعم نعم ما تقدر تقتل لحالك، ما ادري متى يطلع في الجيم صراحة، بس لما يطلع في الجيم تتكلم تقول بارون ناشر هاز سبوند. لما تاخذوا البارون لازم تاخذوه جروب مع بعض. بارون ناشر هاز اي اتاك اند ديفنس، الاتاك حقه عالي والديفنس عالي، فلازم تروحوا جروب تاخذوه، ما تقدر تاخذوه لحالك. بعد ما تاخذوه لما تمشي جنب مينيونز، المينيونز يصير لهم بف، يعني يكبروا كده المينيونز ويسووا دامج زيادة عشان تقدر تشيل التاورز بسرعة، نفس الجيم الأساسية. وبنفس الشيء الريكول تايم حقك ينقص من 5 ثواني لثانيتين ونص أو 3 ثواني. نفس الشيء لما نطالع أهو في البوف تقرأ أتاك دامج أند أبيليتي باور، تزيد أتاك دامج حقك أو أبيليتي باور، نفس النظام القديم.
وينباورز الالاي مينيونز وتسوي ريكول اسرع. يا اخي والله لو سووا زي كذا توتوريال في ليج نفسها حتساعد ناس مره كثيره يدخلوا الجيم. يا الدراغون لين او اللين حق الدراغون، الحين البوت يسموه دراغون لين والتوب يسموه بارون لين، يعني هذه الطريقه عشان يسهلوا للناس يقول له روح الدراغون لين بدل ما يقول له اطلع بوت وتوب. الجيم هذا البوت والتوب ما هو ثابت لا تنسوا، عشان لو كنت في الريد سايد اهو يقلبوك. فهنا بيقول لك حنعلمك على اللينينج رولز، تمام؟ ومره ضروريه هذه مره ضروريه عشان كل شويه كل جيم بلعبه، يعني لو احنا في الريد سايد الخريطه تنقلب ولاقي المفروض يعني توب يروح بوت يروح يجي معنا توب يخبص الجيم. فهنا بيقولوا لك اهو شوف انت في التوب رايت كورنر اوف ذا ماب، مزبوط. فبيقول لك عشانك انت في التوب رايت سايد حنقوم نقلب لك الخريطه عشان لما تتحرك في الجيم تتحرك على فوق دائما على اصابع، سبحان الله بني ادم اسهل التعامل، يعني وانت تتحرك يمين يسار فوق تحت بدل ما تتحرك على تحت بالعكس. فدائما لو انتم بديتوا في الخريطه في الجهه اليمين يقوموا يقلبوا لكم الخريطه. والدريك صار دحين فوق ما صار تحت، بتروح تطلع فوق. بيحط اللغه العربيه، قالوا ايوه بيحط لغه عربيه. بيصير دحين اللي احنا الدو طلعنا فوق لانه دراجون صار هنا، هذا دراجون وهذا بارن، فشي طبيعي نطلع فوق. طبعا دراجون جاي يشوفه في الارض باين اللي هو الاوشن دراجون هو اللي جاي. كده بس باقي محلي، روح على دريك تعال ليفل 10 خله اوتو انيميشن كانسل. اوه والله في انيميشن كانسل يا شباب. الجيم في شويه دبث صراحه، في حاجات من الجيم اوتو سوي كيو عشان يسوي انيميشن كانسل. بعدين هتكلم عن انيميشن كانسل في فيديو تاني. كونجراتوليشنز كملت التوتوريال خلاص. انا اللي خلاني اسوي التوتوريال قلت مره واحده فرصه نشوف الحاجات لو انا في شيء ناقص، يعني شوف حتى وانا المفروض اني عارف الجيم وفهمه من مصلحتي كان اشوف التوتوريال عشان يوروني الجيم ميكانيكس في الجيم هذا نفسه كيف استخدمه. يعني في كم حاجه تعلمتها من التوتوريال صراحه ما كنت اعرف. ليفل 9 ياي ابو ليفل 10 بسرعه اكفى والعب رانكت. طيب فاللي كان بيسالني اول على الخيارات حقت اللعبه، خلينا نروح على براكتس. دائما اللي يبغى يفتح التوتوريالز موجوده هنا، اللي بيروح براكتس جيم في البراكتس تول موجوده برضو. خليني اخذ واحد من الاخوان الاعداء بنفس العاده. جلست ألعب في الخيارات وشفت مجموعة خيارات مفيدة أو يعني ممكن تغير فيها طريقة لعبك في الجيم. أنا صراحة الخيارات هذه مرة فادتني، وما أدري ليش ما حطوها هي الديفولت أصلاً، أو يمكن حطوها مقفلة زي كذا على أساس يبوك تعرف إنه هي موجودة وتجربها وتشوف الفرق. فما حتكلم عن البراكتس تول. البراكتس تول زي الجيم الأساسية، تقدر تخش تلعب فيها زي ما تبغى. أنا بس دحين أبغى أتكلم يعني اللي أبغى أدخل فيه إيش الخيارات اللي أنا جالس ألعب بيها وإيش الفرق بينهم. أول خيار إن جيم تشات التيم ولا أول ولا أوف، أنا ما يهمني تشات عامة، اللي يبغى تشات يفك ويقفله. اللي بعده السكور بورد، السكور بورد اللي هو هذا تبغى تشوفه صفحة كاملة ولا تبغى تشوفه نص الصفحة. اللي بيشوفه صفحة كاملة أهو يشغله زي كده يجي صفحة كاملة. It's up to you. الكاركتر لينكينج ماني فاكر شو هو، شوز ان اوتلاين، ايوه حول فوق الكاركتر يحط زي الاطار كده باين لما تيجي تبغى تضربه. اوكي انا استخدمه في الجيم برضو الاساسي يعجبني يباين، يعني لما انا اضرب واحد او انا جوه بوش وهو جاي يسوي لي تارجت يقوم انا يبان عليه الاطار يقوم يبان عليه فاعرف انه هو شايفني وبيدخل علي. سكرين شيك هذه في حالات محددة، يعني في لما يجي لك ستان ولا لما يجي لك هذا تقوم الشاشة ترج اللي يحبها. الماب برايتنس ما هو ضروري، الفوق اوف وور برايتنس ما هو ضروري، هذا البرايتنس حق الخريطة والفوق اوف وور اللي هو الأسود الحاجات اللي ما تشوفها في الخريطة ما يهمني بزنس. بعدين تنزل هنا التارجتينج فور تري اتلوك أو يوريك الفرق، هذه اللي قلت لكم عليها شايفين في اليمين فوق الابيليتيز. تبغى تطلع لك وانت ماشي في وسط زحمة يطلع لك البورتريتس حقت الانميز او الايكونز حقت الانميز الايكونات. فورس اتاك فولو انا هذه شلتها، هذه ايش هذه زي الاوتو اتاك في الجيم الاساسي، زي الاوتو اوتوماتيك اوتو اتاك. ايش تسوي لو ضربت اوتو اتاك على واحد وركزت عليه وبعدين سبت يدك يقوم يجري ورا، انا ما احب يجري وراه بنفسه، انا ما ابغى اي احد يجري ورا لانه فجأة نص التاور انا جالس اضرب واحد وبعدين شلت يدي يقوم الكاركتر حقي يقوم يجري وراء تحت التور، انا ما ابغى اسوي كلام. داش ان موف دايركشن، ايوه
هذه لو عندك شامبيون عنده داش، اوكي الداش حيسويها محل ما انت بتمشي، اوكي فانت بتمشي على اليمين يقوم يسوي داش يمين، تمشي في النص يسوي داش في النص، تسوي يسار في المقابل اذا كانت اوف الداش دائما حتصير على قدام الشامبيون. انا لا انا ابغى الداش فين ما انا بمشي، انا حاطه هذه الترنت، هذه اوريكم الفرق بينها. هذه لو ابغى اسوي كيو مثلا ابغى كنسلها لازم اجي عند الاكس هنا، شايفين ضغطت كيو ابغى كنسله اكس، لما تسويها زي كذا اللي هو الترنت مختلف، كل اللي تحتاج تسويه بسرعه ارفع هنا، شايفين كنسلها يصير لونها احمر، مو لازم اطلع فوق هناك اي مكان كنسل. وهذا اللي وهذا بالنسبه لي صراحه احسن سيمي لوك كاميرا، هذه لما شغلتها تطلع لك اللوك هذه حق الكاميرا، بدل ما الكاميرا تكون دائما انت في النص انت ممكن انت تحدد فين محلك من الكاميرا، ان انا هو دائما محدد يعني مثلا انا بروح الميد لين اقوم تشوفني ايش سويت احطها هنا، بروح التوب لين اقوم احطها على قدام فوق، فانا اغير من قديش المساحه اللي قدامي اللي ابغى اشوفها. ميني ماب اوتو باثينج، هذه مشغل الاوتو باثينج حق الميني ماب، دحين لو ضغطت في الميني ماب في المحل لمسه واحده يقوم يمشي على طول بنفسه، انا ابغاها يعني انا افضل الشغله هذه. فهذه يعتمد على كل واحد شخصي. واخر واحد الصوت، الصوت عاد كل واحد يلعب في الصوت اللي يبغاه، ساوند افكتس صوت حق الابيليتيز، الفويس شات اللي تبغى تسوي فويس شات، الشامبيون في او صوت حق الشامبيون لما يتكلم هلو بابا بابا، انا ما احب الكلام هذا. الميوزك قفل الميوزك، اللي يبغى يخلي الميوزك مفتوح يخليها، انا ما احب صوت الميوزك ان جيم ولا احط صوت الشامبيونز ان جيم، بس الساوند افكت ابغى اسمع صوت الابيليتي، ابغى اسمع صوت الفلاش، صوت الفلاش مره ضروري. فاظن كذا يعني قفلنا كل الابيليتيز. نطلع فهمنا؟ دائما لما تلعبوا جيم يا شباب، لما تلعبوا اف بي اس جيم، لما تلعبوا موبايل جيم ولا لا تنسوا انه الراس دائما كذا، يعني لما تلعب حاول تلعب بطريقه وير انت راسك مستقيم. المشكله لما تكون راسك مستقيم زي كذا بتطالع قدام دائما طول الوقت، انا هي يدك هي اللي متحمل الضغط، فمره كذا مره تنزل هذا، لو تسوي زي كذا الجلسه هذه مره بطل، الجلسه هذه لا حد يسويها يا اخواني، اللي هي جالس زي كذا طالع هذه لا حد يسويها، هذه نهائيا هذه ما تتخيل قد ايش سيئه على رقبتك. فالافضل تلعب زي كذا اوكي، ولما تلعب زي كذا حاول قد ما تقدر، اذا انت من الناس اللي يلعبوا جوال ولا تابلت كثير اشتري واحد من الستاندات اللي يخليك تجلس كذا كويس وتلعب كويس. فلما تلعب زي كذا يدك حتتعب يعني الضغط حيصير هنا هنا، فلازم تاخذ لك بريكات خفيفه.